حضرتك بتذكر الآن أن هناك في قصور في أداء هذه الحكومة، هل بترون أنها تخضع لبعض نفوذ الدول الإقليمية مثل تركيا مثلا؟ بالتأكيد التدخل في ليبيا موجود وهو سبب مشاكلنا، وأيضا عدم الوصول إلى حل هذه اللحظة هو تدخل المصالح المتضاربة والمتعارضة لبعض الدول، مقدماتها تركيا بالتأكيد دائما تتدخل في الشأن الليبي، وأيضا حتى تدخل العسكري يعني وليس تدخل سياسي فقط. نعم. فهو ما أربك المشهد في ليبيا. بيان اللجنة العسكرية 5+5 طالب بإلغاء كل الاتفاقيات الأمنية التي عقدت مع تركيا من حكومة الوفاق. في المقابل كان هناك أيضا هجوم على اللجنة العسكرية والبعض طالب بحلها. هل ترى بالفعل أن حكومة إدبيبة خاضعة لهذا النفوذ التركي أم أنها غير قادرة على رفض أو إلغاء هذه الاتفاقيات؟ يعني كيف ترى أو تقيم هذا الأمر؟ هو في الواقع هذه الحكومة لا تعلن صراحة والله بإخراج هذه القوات ولا عدم الاحتداد بالاتفاقية التركية التي عقدها السيد السراج، وهو كما ذكرت سابقا لا يملك عقد مثل هذه الاتفاقيات، لأن كل المعاهدات وفي كل الدول حتى رئيس الدولة المنتخب يجب أن يعرض الاتفاقية والمعاهدة على السلطة التشريعية لإقرارها. أيضا مجلس النواب الليبي استعرض هذه الاتفاقية وقرر اعتبارها كأن لم تكن ورفضها من حيث المبدأ. في الجلسة التي